انت بتقدر تسويه برضه. يلا هي عندك منشور وحلل الضوء. يا سلام، شايف ما اجمل هاي الالوان؟ لاحظ كل لون من هاي الالوان إلها طول موجي خاص فيها وإلها تردد خاص فيها. طيب اسالك سؤال، خذ هالحديدة وحميها على النار، راح تعطيك لون احمر، زيد عليها النار صار لون اصفر، زيد كمان